بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق في هذه اللحظات شوطنا الثالث عشر من اشواطنا الصباحية الممتازة والرائعة اللي ننقلها لحضراتكم من هنا من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. شكرا للجنة المنظمة والمتابعة في مسارات هذا الانطلاق الصباحي الجميل لسن الفطامي. ناتي إلى البداية والمقدمة لنتابع الصدارة، ماذا تحمل لنا من أسماء هنا مشاهدينا الكرام. اللي هي فريحة مع المركز الأول، المسعود الحريري يقدم لنا فريحة مع خط التحدي الأول، بينما ثاني المراكز نتابع مع المركز الثاني، الفايزة تأتي مع المركز الثاني. السالم بن ناصر آل حفيظ يقدم لنا مسار التحدي مع المركز الثاني، بينما ثالث المراكز اللي وصلت في هذه اللحظات هملولة مع المركز الثالث يقدمها محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، بينما المركز الرابع أرى التقدم في هذه اللحظات من الشاهيني الشهوان بن مسفر الشهواني، وهنالك أيضا نتابع الذيب الحمد بن محمد بن تريحيب بن نايفة. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وتابع لي يا مخرجنا العزيز الاسم القادم المتحرك مع المركز الثاني. طارت هنا الشاهينية، الله الله الله، شهوان بن مسفر الشهواني يجاوز المراكز، يبدل إلى مقدمة الشوط، عين على خط النهاية ليرفع هنا راية الفوز والانتصار. التحدي هنا مع مسار هذا الشوط، ما شاء الله على هذا العرض الاستثنائي الكبير اللي تقدمه لنا الشاهينية الشهوان بن مسفر الشهواني. ولكن الله 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 الله، يا هذا الشوط، يا هذا التحدي. أتابع فريحة المسعود الحريري تستعيد حقوقها المنهوبة لتكون العلامة الفارقة في مسار هذا الشوط. أما المركز الثاني فوصلت هنالك مع المركز الثاني الشاهيني الشهوان بن مسفر الشهواني، والمركز الثالث كان الوصول لهملول محمد بن راشد بن سلامة الهاجري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني دقيقتين و16 ثانية، 69 جزءا من الثاني توقيت هذا الشوط. تهانينا والناموس المسعود الحريري بمناسبة فوز فريحة في مسار هذا التحدي.